بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم إن شاء الله بعض أفراد العائلة باللغة الإنجليزية. نبدأ الأول. Let's learn about family members. Family members. Family members. Family members أفراد العائلة. Family members. عائلتي. My family. عائلتي. My family. My family. My family. نبدأ مع الفرد الأول في العائلة. Grandpa. 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 Grandpa هو الجد. Grandpa. Grandpa. الجد. Grandpa. Grandpa. الجد. Grandma. 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 الجدة. Grandma أو grandmother. يبقى الجد grandfather أو grandpa، والجدة grandmother أو grandma. Dad. 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 الأب. Dad. Dad. الأب. Mom. طبعا dad. Dad أو father. Dad أو father. Mom. 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 Mother. Mother. الأم. الأخ. Brother. 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 الأخت. Sister. 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 الأخت. Baby. 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 الطفل الصغير. الرضيع. Uncle. Uncle. العم أو الخال. Aunt. Aunt. العمة أو الخالة. Cousin. Cousin. الولد أو البنت، أولاد العم أو العمة، الأولاد أو البنات. Cousin. إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، في الدرس القادم. شكراً.